تشكل عائدات النفط مصدرا مهما للدخل بالنسبة للإدارة الذاتية التي ينظر إليها على أنها دويلة شكلها العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في سوريا، وفق تقرير نشره الخبير التركي بالسياسات الخارجية والأمنية عمر أوزغزلجك في وكالة الأناضول التركية. لم تعلن الإدارة الذاتية عن موازنتها للعام الحالي بعد، لم تعقب على ما نشره حزب الاتحاد الديمقراطي فيما أعلنت عن موازنتها لعام 2023 بالطريقة نفسها دون إيراد أرقام أو تفاصيل، كما تبين بالبحث في موقع الإدارة الرسمي أن تفاصيل موازنة 2022 لم تعد متوفرة عبر الموقع. نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية حسن كوجر قال خلال حديث سابق لصحيفة الشرق الأوسط إن قرابة 150 ألف برميل هو إنتاج الإدارة اليومي من النفط، علماً أن الإنتاج كان نحو 385 ألف برميل يومياً قبل عام 2011، مشيراً إلى أن الإدارة تستثمر أقل من نصف الآبار والحقول النفطية في مناطق سيطرتها. باحثون ومتخصصون أوضحوا لعنب بلدي أن مبالغ طائلة تحققها تجارة النفط لشمال شرق سوريا. ما يخص العوائد من النفط في مناطق إدارة ذاتية، إلى الآن الإدارة تتكتم تماماً عن إصدار أي تقارير منشورة حول حجم هذه العوائد بما يتعلق بالنفط والغاز في هذه المناطق. صراحة يعني يبقى أي رقم يصدر من أي جهة هو في إطار التقديرات، يعني وفقا لهذه الجهة ربما هناك بعض المبالغات، ربما أحيانا بعض الجهات تكون إلى حد ما منطقية، لكن كلها في إطار التقديرات فقط وليس بالحكم القطعي عن حجم الإنتاج في هذه المناطق. يعني صراحة يعني النفط والغاز في هذه المناطق ربما ضررت الآبار بشكل كبير صحيح، لكن يعني تعول عليها الإدارة الذاتية بشكل كبير كأحد الموارد الهامة لاستدامة بقائها ضمن هذه المناطق. لم تتوصل عنب بلدي لمصدر رسمي أو مستقل للتأكد من حقيقة الأرقام التي ذكرها الخبير حول عائدات النفط وتهريب المخدرات. وترى أنقرة في قسد والمكونات الأخرى شمال شرقي سوريا امتداداً إيديولوجياً لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كياناً إرهابياً، وهو ما دفعها للرد على استهداف قواتها في العراق بضرب مواقع فيه من جهة وبشمال شرقي سوريا من جهة أخرى. منذ تأسيسها في 2018 تواصل الإدارة الذاتية رسم حضورها السياسي والاقتصادي شمال شرقي سوريا مصطدماً بأولويات الحلفاء وخصومة مجهولة المستقبل مع جارة قوية بحجم تركيا، إلى جانب موقع هذه الإدارة على الخريطة السورية المقسمة بين جيوش وقوى عسكرية وسياسية وحكومات تدير كل منها ما تيسر من البلاد.